صلاح، ألف مبروك بنتك طلعت البرنجي الشهر ده. خلاص خلاص خلاص، روحي على شغل. مدام سهام، كويس اني شفتك. مس اصلاح حطت بنتها مكان بنتك الشهر ده وطلعتها الاولى. بصي انا ما قلتلكيش حاجه، دي شوفي بقى انت، شوفي اتحلي معايا. اه يا اختي حاضر. مس اصلاح ده انا هخلي وشك شبه قفاكي يا مس افسيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دي شهاده بنتي نادية أحمد الشربيني، وهي مختومة عندك أهي. دي شهادة من مستشفى خاص، إحنا عايزين شهادة طبية مختومة من مستشفى حكومي. يعني إيه؟ يعني مش هنقدر نشيلها الغياب إلا بشهادة طبية مختومة من مستشفى حكومي. الحق حق. وإنت أمانة لله حقانية. لا قولي لي، هي مش بنتك برضو طلعت الأولى الشهر ده يا مس إفساد؟ تقصدي ايه؟ بيختي الف مبروك، ما اقصدش حاجه. اقصد ان ناديه بنتي اشطر من بنتك. والله العظيم والله العظيم لو ما حطيتلهاش درجات الغياب لاكون فضحكي في الوزاره، وبعدين انا بنتي مشهوره على النت هخليها تفضحك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللي انا بقوله اللي انت سامعاه، تحط لها درجات الغياب والا عليا النعمه من نعمه ربي افضحك. فاهمه ولا ما انتيش فاهمه؟ Watch it.